فكره ان شخص يصحى من النوم فاقد النطق تماما يا دكتور، دي حاجه مرعبه جدا. فايه الاسباب اللي ممكن توصل لمرحله زي دي، ان هو مش مجرد تلعثم، لا ده فقدان تام؟ طيب علشان نبتديها صح، احب قوي اوضح انه علشان هيترتب على كل ده الكلام بعد كده، انه الانسان عباره عن كيان واحد. الكيان ده بينقسم لثلاث حاجات عشان أقول بعد كده إنه ده إنسان. ينقسم لنفس وجسد وعقل، دول في الآخر بيساوي كيان اسمه الإنسان. أحياناً بنجد شخصيات أو ناس تكوينها البيولوجي النفسي، النشأة بتاعتها، النشأة الاجتماعية، النشأة النفسية، التكوين النفسي بتاعهم قوي جدا، فبيقدر يستحمل أي صدمات أو أي هزات نفسية، وبيكون وبنقول إحنا باللغة بتاعتنا بنقول عنده ثبات انفعالي. ده يرجع لإيه؟ لأنه نفسيا بناؤه النفسي قوي. طيب العكس صحيح، في ناس البناء النفسي بتاعها ضعيف والبناء العقلي يعني ما تقدريش تقولي ضعيف ولا قوي، لكن تقدري تقولي ان اي حاجه بتهز الشخصيه دي. البناء العقلي يا دكتور يختلف ايه عن البناء النفسي؟ لان النفسيه هي معتمده برضو على طريقه التفكير وعلى استقبال. النفسيه عباره عن ردود الافعال. انا شخص نفسيا قوي نفسيا ضعيف، ده هي هي هيبقى تحت مظله ردود افعالي ازاي؟ يشكل رد فعلي. بالظبط، انا رد فعلي ازاي تجاه موقف معين او تجاه صدمه معينه او تجاه فقد معين لاشخاص في حياتي. انا كتكوين نفسي، انا كثبات انفعالي، انا كتربيه ونشاه وكاركتر على بعضها، شخصيه وكيان على بعضه، هستقبل ده نفسيا ازاي؟ وبالتالي هينعكس كمان عليا جسديا. طيب في الحاله دي بقول انه العقل لا، انت شويه دلوقتي مش معايا. بنلاقي انه في الحاله بتاعه الكيان الانساني ده النفس والجسد بيتحدوا مع بعض ويركنوا العقل شوية على جنب. طب لما هيتحد النفس والجسد مع بعض هيعملوا إيه؟ يا بيكونوا أقوياء هما الاتنين وبيعملوا بيعملوا يعني بيبقوا فايتر، يعني بيحاربوا إنه قصاد الهزة النفسية أو قصاد موقف معين أو قصاد صدمة ما اتعرضت لها، أنا هحارب وهقاوم وبالتالي يساندني في كده العقل، أو العكس تماما النفس والجسد هيعملوا خزلان. يعني بدل ما هيعملوا ريزيستنسي مقاومة، هيعملوا خزلان. الخزلان ده أو يعني الحاجة دي هتنعكس عليا كإنسان إزاي؟ بنلاقي إنه النفس والجسد هيتحدوا ويعملوا حاجة اسمها سايكوسوماتيك ديزيزز، يعني أمراض نفس جسمية. ما احنا ركننا بقى العقل وخلينا العقل لا أنت مش معانا، أنت علينا دلوقتي، خلينا على جنب، احنا دلوقتي هنتحد مع بعض، لأنه أنا زي ما قلت تكويني البيولوجي، تكويني النفسي، تكويني البيئي، النشأة اللي نشأت فيها، هل أنا عندي مشاكل كتير مرت بحياتي من أول طفولتي لغاية ما أنا كبير. هي يعني حضرتك يعني وضحتي لنا دلوقتي ده كلام مهم جدا، في ناس ما تكونش أو كلنا ما نكونش مستوعبين أبعاد الموضوع بالشكل ده. بالظبط. ويمكن عنصر التربية هو ده، والتنشئة وتوجيهات الأب والأم وردود أفعالهم، اتجاهات بنسميها كده، الاتجاهات والبيئة اللي أنا نشأت فيها بتخليني إلى أي مدى أنا شخص قوي البنيان نفسيا، وبنتك قوي على حتة نفسيا، ولأي مدى أنا شخص ضعيف ما عنديش ثبات انفعالي، بتأثر من أقل حاجة، بتصدم من أقل حاجة، اتدلعت وأنا طفل، اتدلعت، حصل لي تدليل زائد، كل دي حاجات بتخلي الطفل ما عندوش القدرة. هنرجع بقى نقول نترجم حتة النفس دي، هنترجمها لقدرة أو طاقة أو ردود أفعال بتخرج من الجسم
بتاع الإنسان ومن الكيان الإنساني بتخرج منه نتيجة المواقف اللي بيعدي منها. لو أنا طفل ما يعني غير مدلل، أنا طفل كان عندي تربية إيجابية، بنسميها دلوقتي تربية إيجابية، يعني تربية ولا هي فيها أوفر بروتكشن مثلا، الحماية الزايدة، ولا هي فيها مثلا قسوة وعنف ويعني قهر من الوالدين، لا تربية متزنة بالضبط، متزنة بتخلي أنا عندي ثبات انفعالي، مش أي مواقف تعدي عليها هتأثر فيا.